الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحضور والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام تعيش بلادنا حالة من الابتلاءات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها، والسيول والفيضانات وغير من الابتلاءات، وللمسلم معها موقف. أولا يعلم، ودي نقطة مهمة جدا، أن هذه الابتلاءات فيها حكمة الله البالغة، وهذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فمن الحكم في الابتلاءات عموما أن هذه الابتلاءات تمحيص للإنسان، يعلم الله عز وجل بها الذي يصبر والذي يؤمن والذي كمل إيمانه بالقدر أقدار الله المؤلمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربنا سبحانه وتعالى لا محالة يبتلي الإنسان ابن آدم بالابتلاءات التي يعني يمتحن بها صبره. ومن هذه الابتلاءات نقص الأموال، كما قال العلماء إما بالغرق وإما يعني عدم نزول الأمطار إلى آخر. كذلك من فوائد أو حكم هذا الابتلاء إنه فيه تكفير لسيئات الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب أو لا يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. فربنا لو داير خير بالعبد يصيب ببعض ذنبه حتى يكون ذلك كفارة له، ويأتي يوم القيامة وقد تجاوز الله عز وجل عن هذه الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إذا أراد الله بعبده خيرا قدم له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. فهذا من علامات الخير لهذا الإنسان المبتلى. كذلك هو دليل على محبة الإنسان، محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المبتلى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالإنسان أبدا ما يكره البلاء، وإنما يصبر عليه، وأعلى منه درجة أن يرضى به، وأعلى منه درجة أن يحمد الله عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. كذلك أخواننا، هذه الابتلاءات هي تنبيه للناس حتى ينزعوا عن المعاصي عن الذنوب، وإنه العقوبات تنزل بسبب الذنوب. ده كلام ربنا، ده لا كلام جماعة، لا ناس مستفيدين من هذه الابتلاءات ولا شامتين، حاشا وكلا. ربنا عز وجل قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من ده المثال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الليلة الآن ذنوب من أعلاها إلى أقلها مشاهدة الآن ومنتشرة. شوف التلفزيون الآن يجيب في النصارى اللي بيقولوا الله ثلاثة، كيف مدينا الابتلاءات؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، انظر كيف يشركون به ويجعلون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم. ناس بيقولوا الله ثلاثة، جابينهم في التلفزيون، تلفزيون القومي حق السودانيين كلهم، ما حق الشلة دي برا، تخلي 30 مليون أو 40 مليون مسلم لثلاثة نصارى قلة قليلة، تجيب لهم برنامج يوم الأحد، تجيب لهم برنامج يمثل فوقه نبي أبو البشر وأبو الأنبياء آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته كرمه هذا التكريم، تجيبه في التلفزيون زي ما الله خلقه للأطفال، مسلسل بتاع أطفال، الوثيقة قاعدة، وجاب أمنا حواء عليها السلام وجابوا صوت قالوا ده صوت الله، ديل ماما جارمة وناس ضالين ومنحرفين أتم الانحراف، فكيف ربنا ما بيبتلين؟ تلفزيون يجيبوا فوقه الشرك بالله عز وجل، جابين يقدسوا فوقه محمود محمد طه حلقة كاملة 24 دقيقة أو أكثر تتكلم كلها عن تقديس محمود محمد طه وأنه قتل ظلما، وجابين دكتور زعيط ودكتورة زعموط وفلانة قاعدة في لبنان، واحد قاعد وين واحد قاعد وين، بالكذب. زول قال أنا الله، زول قال أنا الله، ربنا قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكالة الآخرة والأولى. والله إذا استمرينا بالموضوع ده يصيبنا ما أصاب فرعون وقومه، ذنوب موجودة، طرق تنشر في الشرك ليل ونهار. مصر المؤمنة بأهل الله، أهل ما أمنوا السودان، ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ينادوا في غير ربنا سبحانه وتعالى، نادي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، نادي الكباشي ونادي وتحسونة ونادي ناس العيلفون ونادي ناس وين، وديل كلهم سبحان الله. ونحن ما بنقول شماتة، لكن عشان نوريك إنك لو طغيت وقلت أنا بستحق الربوبية، ربنا سبحانه وتعالى ببين ضعفك بأقل المواقف. المسائد دي أغلبها، والزرائب بتاعت الصوفية دي أغلبها غرقت، أغلبها تعصابوا نابي، الموية فاتت الباب بغادي، مش شماتة، لكن ديل قالهم ناس واصلين، وديل ناس يجوز يدعون من دون الله، وديل ناس بيحلوا الناس من الشدائد إلى آخر من الكذب والباطل والضلال. الياغوت ودا بيعتقدوا فوقه ناس لا يعلمهم إلا الله، أبشن بالنائر قال الياغوت، قال يا الياغوت أكمله وفوت، شرك بالله، ودوه قبل أسبوعين برا السودان تايلاند ولا وين، ودوه عشان يسمكروا، عرفتها؟ فانت بتقول بتعالج الناس وانت الصالح وانت الواصل وانت الكذا والكذا، وده اعظم ذنب هو الاشراك بالله سبحانه وتعالى، وان يجعل الانسان لله الانداد، ده اعظم ذنب يغضب الرب سبحانه وتعالى. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك التعري في كثير من بنات المسلمين، وتعدي كثير من شباب المسلمين على البنات، واستمراء المنكرات والفرح بها، وأن تعزف على رؤوس الناس بالقينات، اللي بيسموهم الناس الآن قونات، اسمها قينة في اللغة العربية، المغنية، المرأة المغنية تغني أمام جمع من الناس ويتباهون أمامها، يدفعوا لها القروش في راسها ويدفعوا لها المليارات. احنا ما والله ما بنحسد بشر في قروش ربنا اداله، لكن ده كله حرام، وده نذير بتاع خسف ومسخ، كما صح في الأحاديث أنه سيكون خسف ومسخ إذا شربت الخمور وظهرت القينات المغنيات. فدي كلها يا أخواننا من أسباب أن يعم الله سبحانه وتعالى العبادة والبلاد بأنواع الابتلاءات. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك،
وجاء في قراءة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ولذلك يا أخواننا الناس يتوبوا ويرجع وينيبوا إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم. سبحان الله، ربنا ذكر في سورة الأنعام قال، وقبلها في سورة المؤمنون ربنا قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. والاستكانة هي الانكسار والخضوع، مأخوذة من السكون. وما يتضرعون يعني ما بيرغبوا إلى الله ويدعوه بخوف وخشوع وتذلل. شوف الآية دي عجيبة كيف، ربنا قال ولقد أرسلنا دي في الأنعام إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. السبب من أسباب الابتلاءات والحكم إن الناس يرجعوا ويقووا علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني كان زي ما بقولوا المحرية في البشر أن يرجع ويتوب وينكسر لله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم، ودي أخواننا من أغشية الغفلة، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أمور الدنيا حتى إذا نسوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالناس يا أخواننا يرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن شايفين من أسباب هذه الابتلاءات برضو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال للأمة من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية، وقال سيكون عليكم أمراء قلوب الشياطين في جثمان إنس. زول يكون لابس ليه فنيلة أو قميص مقطع وملابس مقطعة وهو ساف في البلد كلها، قلوب الشياطين قدام الناس بيصلي في الصف الأول، وإذا خلى بمحارم الله قتل وسرق ونهب وزنى وفعل انتهك. بعد ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس ما تخرج، قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف أو قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لما أن خالفنا، ودي أخواننا من الأسباب الجوهرية في هذه الابتلاءات، لما خالفنا هذه التعاليم الشرعية النبوية ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما خالفنا هذه الأوامر الشرعية واستهترنا بها، زول يقف قدام الناس زمن بداية ما يسمى بالثورة يقول لهم يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تخرجوا، استهتروا بهم وينبذوا وربما يطرد وربما إذا كان إماما يعني يمنع من الخطابة وينزل من المنبر. ماذا كانت النتيجة؟ العايشين الليلة ده الناس ما تخط رؤوسها في الرملة. هذه هي أسباب الابتلاءات. نحن بنسأل الله إنه يرفع عن الناس، ونسأل الله يعوض المنكوبين، ونسأل الله يفتح الأرزاق، ونسأل الله تبارك وتعالى يولي الأخيار، لكن بسلوك الأسباب الشرعية والدنيوية. الناس يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وآيات كثيرة وقصص كثيرة في القرآن تبين أن الطاعة سبب للرزق وأن المعصية سبب لزوال النعم. ولذلك نحن نقول للناس اصبروا وتعوضوا واستعوضوا من الله سبحانه وتعالى واطلبوا منه وارجوه أن يعوضكم الخير، ونسأل الله أن يعوض الناس الخير وأن يصبرهم وأن يرحم موتاهم وأن يرفع عنهم ويدفع عنهم وأن يولي الخيار، لكن عليهم بسلوك
هذه الأسباب الشرعية وأن يرجعوا وأن يتمحضوا من هذا الشر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.